مرحبا مواليد برج الميزان، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 9 للأحد 15 أيلول سبتمبر؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ بدايته جيدة، نهايته حلوة كتير. عنا قمر بمنتصف الأسبوع برج الجدي، بيحملكم المزيد من الاهتمامات والانشغالات والعجقة شوي، لكن الجو إيجابي بما أنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم. خلونا نشوف كيف بده يكون هذا الأسبوع. التنين 9 القمر موجود ببرج العقرب حتى 8:30 المساء توقيت بيروت. هالقمر الموجود ببرج العقرب بيقدر يساعدكم لتشهلوا بعملكم، بجدول اعمالكم، اللي رايح على الشغل بيقدر يشهل، بيقدر يلاقي نتيجه جيده. كوكب السهره اكيد رح بيساعد، موجود ببرجه، لذلك ان كنتوا عم تحكوا، ان كنتوا عم بتقدموا شغل، كنتوا عم بتناقشوا، كنتوا حابين تسالوا او تستفهموا او حتى الطلاب بالمدرسه، هذا يوم جيد جدا. لما القمر بيروح لبرج القوس الساعة 8:30 المساء تزداد عندكم قوة سرعة البديهة وسرعة الخاطر، واستيعابكم بصير شوي أسرع. أصلا ماشي حالكم بشكل كتير جيد، لكن بتصيروا أسرع و بتلقطوا مثل ما قلت، بتستوعبوا على الطاير، وبالتالي بتتصرفوا بسرعه اكثر. الثلاثه والاربع القمر ببرج القوس، فالجو بعتبره جيد جدا بهاليومين، وهن اليومين الحلوين لتكملوا زياراتكم، تكملوا اهتماماتكم، دراساتكم، البرزنتيشنز عندكم اياها، اللي مسافر رايح والجاي. لذلك ثلاثة والاربعة صحيح فيهم عجقة لكن منيح. الخميس والجمعة القمر ببرج الجدي، يعني شغلكم وعملكم بيتحول او بيدخل عليه بعض الديستراكشنز، يعني في شيء عم يشتت افكاركم، في شيء عم بخليكم نوعا ما تفكروا بشكل مختلف، بيدخل على الخط بعض القصص الشخصية، سواء من طرف العائلة او من طرف المنزل، اشياء من هذا النوع. يمكن عم بتفكروا، تبلشوا تفكروا شو بدكم تعملوا بعد 3 اسبوع، كيف بدكم تقضوا الوقت، شو في عندكم اهتمامات. فانتبهوا لهذه الامور، لانه بدكم تقسموا البرايورتيز، شغل وبيت واولاد وعائله ومشاريع. الجو ليس سلبيا. السبت 14 والاحد 15 القمر موجود ببرج الدلو. السبت من الساعه 11 صباحا توقيت بيروت القمر بيكون ببرج الدلو، فبتدخلوا بفتره كثير حلوه. عطله الاسبوع فينا نقول رح بتكون كثير حلوه ومميزه وايجابيه، وبعتبر السبت والاحد مميزين ايجابيين، بيعطوكم قوه. كوكب المشتري مثلث مع برجكم ومع هذا القمر، لذلك تقريبا كل شيء بتشتغلوا عليه عطله الاسبوع مفروض تفرحكم فيها انفراج. فرجاء قوموا باتصالاتكم للمصالحات لتقريب وجهات النظر. بالنسبة للمواليد الأكثر حظا من تأثيرات كوكب الزهرة هي 6 ل 14 أكتوبر، مع أنه بعتبر جميع موالي برج الميزان محظوظين بهذا الأسبوع. للمزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية، باي باي.